يناشد الإسلام في كل مكان. لا دين لمسلم في نلة في نصرة أهل الشام. هؤلاء عدوي إيران، وإيران أعلنت الحرب علينا. أناشد كل مسلم إنه إيران عدو لنا. حاربوا الإيرانيين في كل مكان. الإيرانيين يريدون لنا الموت باسمي وباسم كل المتظاهرين، باسم تنسيقيات المساكن وباسم رئيس المتظاهرين. أدعو إلى حرب الإيرانيين في كل مكان. بشار الأسد يا أم معه، حسن لا عزك الله ولا نصرك، أنت جبان والجبان يختبئ مثل الجرذان ويضرب مثل الحيوان. غابت عنكم إنسانيتكم فأنتم حيوانات، والدليل حللوا دمكم يا أولاد المتعة.